للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف في برلين مدير مركز افاق مشرقيه للدراسات الاستاذ فواز سلو. اهلا بكم استاذ فواز الى هذه الجوله الاخباريه. الامين العام للامم المتحده اليوم دعا الى وقف فوري لاطلاق النار في سوريا والعمل على وقف التصعيد، يعني كيف تقرا تصريح الامين العام للامم المتحده في ظل تراجع ملحوظ لدور المؤسسه الامميه لحساب دول معينه في سوريا؟ قلت اخي الكريم تراجع دور الامم المتحده لصالح دول معينه في سوريا، في الحقيقه يعني ربما اكثر الكلمات ابتذالا في علم السياسه الدوليه منذ الحرب، يعني تاسيس الامم المتحده بعد الحرب العالميه الثانيه، هي كلمه الشعور بالقلق. هذه يعني كلمه مبتذله بكل معنى الكلمه، لانها في النهايه تعني رفع العتب، هذا تماما ما يجري لها. الامم المتحده تقوم بإدلاء يعني بإدلاء ببعض التصريحات رفع العتب لا أكثر ولا أقل، ليس هناك من جدية في التعامل ولا حتى مع الأمر ولا حتى في فضح من هي الجهات المسؤولة عن هذه الكارثة التي تجري في سوريا. لا. ما يجري اليوم في الغوطة على سبيل المثال هو جرائم حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بالمفهوم الدولي بالقانون الدولي، هي جرائم حرب بالأخير، ولكن ليس هناك حتى جرأة من موظف الأمم المتحدة، لأنه بالأخير هذا الموظف مع الأسف حقه ثمن راتبه ومصلحته بالأخير لا أكثر ولا أقل. يعني بعطيك شوية تصريحات من باب رفع العتب لا تغني ولا تسمن من جوة. يعني ما الخيارات المتاحة أمام الأمم المتحدة في سوريا والوضع السوري بشكل عام إذا كانت روسيا وإيران وأمريكا موجودة بقواتها العسكرية أو بعض من قواتها العسكرية على الأرض؟ قلت يا سيدي الكريم مجلس الأمن في عنا خمس دول يعني بلطجية بكل ما كلهم بلطجية. نعم. يعني خمس دول بلطجية في مجلس الأمن، هذه الدول الخمس تتوازع الأدوار وهذه الدول يعني تفصل مصالح الدولية على قدر مصالحها، وبالتالي لا هيئة الأمم المتحدة عبارة عن تعبير عن هذه البلطجة لا أكثر ولا أقل. نعم. بيصدر من امين عام الامم المتحده كونه يعني في له خلفيه بالعمل بالملفات الانسانيه، ربما تصريح مثل ما قلت لك هو عباره عن رفع عتب لا اكثر ولا اقل، لكن لا يستطيع ان يقوم بشيء اقصى ما يمكن ان يقوم به موظف اممي في هذا المجال هو وضع النقاط على الحروف بشجاعه، وهو ان فعل ذلك فسيخاطر بمستقبله الوظيفي، وبالحقيقه يعني ما بتوقع انه معظم الموظفين الامميين مستعدين للمخاطره بمستقبل الوظيفي حتى لو مات 10 ملايين بني ادم يعني بالاخير. يعني تصريحات الامم المتحده اليوم جاءت بعد ما يقول مراقبون بانها يعني واقعت اسقاط الطائره الصهيونيه امس في سوريا، كيف من الممكن الربط بين الواقعتين هذه التصريحات وايضا اسقاط الطائره الصهيونيه من قبل النظام السوري او من ايا كان يعني على الاراضي السوريه؟ اخي الكريم دائما يعني عندما يعني الدول وليس الامم المتحده، الامم المتحده قلت لك تتكلم عن وقف يعني الخوف من التصعيد، فهي تتكلم عندما تتدخل احد الاطراف بهذا الشكل مثل ما دخلت اسرائيل امبارح وضربت يعني مواقع للنظام السوري، مثل ما يعني قامت الولايات المتحده بضرب بعض النظام السوري منذ ايام عندما حاول تجاوز الخطوط التي تتسلسل. دائما المشكله بالنسبه لهؤلاء هو لعبه التوازنات ما بين بعضهم البعض، وهذه لعبه التوازنات الحقيقه المستفيد الاكثر الاكبر منها هو النظام السوري. نعم. الخوف هنا دائما كان ليس على يعني على المجزره اليوميه التي تحصل في سوريا، ولكن عن تصعيد قبل اسرائيل مقابل النظام. اخي الكريم حاطيك معلومه لازم تعرفها، امبارح عندما يعني بدات الغارات الاسرائيليه ردا على اسقاط الطائره الاسرائيليه في من قبل النظام السوري او ايران ما بعرف، كل ما هنالك صار هناك شبه حظر للطيران السوري، يعني الطيران النظام السوري ما بقول السوري طيران النظام الاسدي الحقيقه توقف عن 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 قصف الغوطه لفتره كبيره بالاخير بالامس. يعني هذه المفارقه، يعني هذه المفارقه ان الطيران الاسرائيلي بشكل من الاشكال فرض حظر جوي على طيران نظام الاسدي السوري وعلى طيران نظام على الروس كمان حتى. نعم. يعني الولايات البلطجيه الكبار يعني بالاخير. نعم. فهذه مفارقه اخي، هي لا، ولذلك يعني هم خايفين من تصعيد اسرائيلي ليس خوفا لا على الشعب السوري ولا على الجولاني اللي ما حدا عم يحكي فيه نعم استاذ فواز تلو مدير مركز افاق مشرقيه للدراسات كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.